عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا بشأن قضايا المحور الاجتماعي في الحوار الوطني ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية. وأكد المشاركون في الصالون أن التعليم يعد أحد الروافد الرئيسية لصناعة الهوية لدى المواطن، مشددين على ضرورة الاهتمام بالمؤسسات التعليمية والثقافية في ترسيخ الهوية. الهوية دايما بيطلقوا عليها الذاتية الخصوصية، وهي القيم والمثل والمبادئ التي تشكل الأساس لبناء الشخصية الفردية أو المجتمعية. أو بمعنى بقى يعني هختصر، الهوية هي كل شيء مشترك بين الأفراد أو المجموعات واللي على أساسها بيتم التعامل معهم بيها. علينا أن احنا نهتم بمؤسسات التعليمية، مؤسسات الثقافية، والمؤسسات التي يمكن أن يعني تتولى المواطن من هو طفل إلى أنه يكبر. فلو عندنا التعليم لا يرسخ فكرة الهوية يبقى ملوش لازمة، أو الثقافة أو الإعلام. فيعني هما الثلاثة دول لازم يشتغلوا مع نفس يعني مع بعض في نفس الطريقة. يعني تكلمت مثلا امبارح عن فكرة التعليم وعن الكتب المدرسية، كتب المدرسية مثلا الخاصة بالجغرافيا بالتاريخ باللغة العربية إلى آخره، لابد أن تؤكد هذه الهوية. المحور المجتمعي كانت قضية الهوية واخدة رقم واحد في صدارة الإحصائيات. المحور المجتمعي ده بالمناسبة بيضم التعليم وبيضم الصحة والقضية السكانية. ده ليه دلالة، الدلالة بتاعته أن الشعب المصري مدرك أن قضية الهوية ليست قضية نخبوية، هي قضية تهم كل مواطن مصري. عندنا مؤسسات مختلفة كل دي مسؤولة عن الهوية، وبالتالي محتاجين ننطلق أن دي تحدي رئيسي موجود عندنا هنا، ونبدأ نشوف إيه التوصيات بقى اللي المفروض نتحرك عليها، أو إيه التحركات اللي احنا نقدر نعملها علشان يعني نتجاوز هذه المشكلة أو هذه الأزمة، وفي نفس الوقت يعني نرسم الهوية المصرية بالشكل اللي احنا شايفينه مناسب.